صباح الخير، انا دكتوره اماني استاذ بابليك هيلث. المحاضره بتاعتنا النهارده ان شاء الله عن الجنرال كونسبت في الابيديميولوجي اوف كوميونيكابل ديزيزز. جنرال كونسبت يعني المفاهيم العامه. طب ايه الابيديميولوجي وايه طب ويعني ايه؟ احنا قلنا الكوميونيكابل ديزيزز هي الانفكشوس ديزيزز. يعني ايه انفكشن؟ انفكشن ان يعني بيجي انفكشوس ايجنت اللي هو الميكروب دوت بيدخل جسم الانسان بيعمل مالتيبليكيشن يتكاثر وبعد كده بيعمل الالنس، وممكن ما يعملش الالنس لو كانت الدوز بتاعت الانفكشن قليله او كانت مناعه الشخص كويسه، ممكن تعدي الموضوع ما يحسش بيه خالص وما يظهرش عليه اعراض المرض. الابيديميولوجي ابي يعني اون، ديمو يعني بوبوليشن. يعني ايه ابيديميولوجي؟ ايه علم الوبائيات دوت؟ ده عباره عن اننا بدرس كل حاجه عن المرض. يعني نقول لو حبينا نعرفه نقول ان هو study the occurrence and natural history of disease. يعني بدرس مين اللي affected والwhere والwhen، كل حاجه عن المرض. ممكن تعريف تاني نقول ان هو study the distribution and determinants of disease. يبقى هو الابيديميولوجي عباره عن استدي للاوكيرنس ناتشورال هيستوري اوف ديزيز او استدي للديستريبيوشن والديترمينانت اوف ديزيز. يعني ايه كوميونيكابل ديزيز او بنسميه انفكشوال ديزيز او كونتاجيوس ديزيز؟ ده عباره عن مرض الامراض المعديه اللي هو مرض كوزد باي سبيسيفيك اورجانيزم او سبيسيفيك انفكشوس ايجنت او التوكسيك برودكت بتاعته. الاورجانيزم دوت او البرودكت دي بيحصل ليها ترانسميشن من انفكتد بيرسون او انيمال للسسبتبل هوست. يعني بتتنقل من الشخص او الانيمال المصاب لشخص سسبتبل، يعني شخص هو سليم بس معرض، ما عندوش مناعه كويسه فمعرض ان هو يجيله الانفكشن. الانفكشن دوت بيتنقل دايركت يا اما اندايركت. من امثلتها الانفلونزا، الكورونا اللي احنا فيه ده، فدوت بتقول لو واحد جنبي عنده الانفلونزا او عنده الكورونا حاطط كح فانا بالتالي ممكن اتعدي ويجيلي نفس المرض. لكن لو مرض زي مثلا الدايابيتس، السكر او الهايبرتنشن، الضغط او الكانسر، الامراض ديت حتى لو واحد قاعد جنبي او واحد معايا في البيت او واحد معايا في الكليه عنده المرض دوت، انا مش هيتنقل لي المرض ومش هتصاب بيه، فدي بنسميها non communicable disease. ايه الفاكتورز اللي بتسهل الاوكيرنس اوف انفكشن؟ اول حاجه يبقى عندي الانفايرمنت unsanitary environment، يعني البيئه بتاعتي ما فيهاش تحقير، ما فيهاش تطهير، المياه ملوثه، الهواء ملوث، كله بوليوشن، كله تلوث، وعوض بقى السيارات والمخلفات اللي مرميه في كل حته، مفيش سانيتري ديسبوزال ليها، كل الحاجات دي بتخلي الانفايرمنت ان سانيتري، ودوت بيساعد الاوكيرنس اوف انفكشن. طب ده من ناحيه الانفايرمنت. من ناحيتنا احنا بقى ان هو ان ساوند هيلث بيهيفير، السلوكيات بتاعتنا الخاطئه، زي مثلا ان هو يحصل بروميسكيفيكيشن يورينيشن في السويت والسلام ارياز، دي من ضمن العادات الخاطئه، زي الناس اللي بتعمل سبيتنج في الشارع وهي ماشيه، او ان احنا نكحش ونفس مش حاطين مثلا منديل. كل الانهيلثي بيهيفيرز اللي احنا بنتبعها دي بتساعد على الاوكيرنس اوف انفكشن. طيب الانفكشن دوت علشان يضمن ان هو يبقى كونتينيوس في الكوميونتي محتاج ان هو يبقى فيه سايكل، والسايكل دي هو عمال يلف فيها ومش هتخلص. الابيديميولوجيست اللي هم الناس اللي هم بتوع علم الوبائيات كل يعني بيخصصوا حياتهم ان هم يدرسوا السايكل دي كويس عشان يشوفوها ممكن تتقطع فين، فبالتالي اقدر اعمل بريفنشن كنترول للمرض. زي الكورونا دلوقتي هم عمالين يدرسوا وعمالين يشوفوا التحور الجيني بتاعه وعمالين يشوفوا بيتنقل ازاي، وطيب يقعد بره الجسم فتره قد ايه، عاملين يدرسوا كل حاجة عنه ليه؟ عشان يشوفوا هيقدروا يضربوا السايكل دي في أنهي حتة بالظبط عشان نوقف الانفكشن ما يبقاش كونتينيوس في الكوميونتي.
فالسايكل دي بيبقى عندي انفكشوس ايجنت. الانفكشوس ايجنت ده مش تايه في الجو كده، لا ده بيبقى موجود في انسان او انيمال، يعني موجود في ريزرفوار. وبعد كده الريزرفوار دوت لو ميت، لو مات خلاص، لكن لازم يكون في بورتال اوف اكزيت، يعني لازم الريزرفوار دوت يخرج الاورجانيزم علشان يبتدي يكمل في السايكل، فيخرجه بقى مع اليورين، مع الاستول، مع الريسبيراتوري ديسشارج، وات ايفر. المهم لازم يخرج من الريزرفوار. يبقى عندي انفكشوس ايجنت موجود في الريزرفوار، لقى بورتال اوف اكزيت فخرج، لقى وسيله مواصلات اللي هي مود اوف ترانسميشن، دي وسيله المواصلات اللي ركبها علشان يدخل في الشخص السليم. يبقى هو ركب وسيله المواصلات، لقى بورتال اوف انتري، لقى مكان يدخل فيه للسستبتبل هوست، فبالتالي السستبتبل هوست يتحول يبقى ريزرفوار جسمه فيه الاورجانيزم، وتبتدي ايه السايكل تكمل. يبقى ان السايكل ديت فيها 6 كومبوننت. اول حاجه الانفكشوس ايجنت بيبقى موجود في ريزرفوار، بيلاقي بورتال اوف اكزيت، وبعد كده لما يخرج يركب وسيله مواصلات المود اوف ترانسميشن، يلاقي بورتال اوف انتري يدخل منه على السستبتبل هوست، والاورجانيزم يبقى في جسم السستبتبل هوست يعمل مالتيبليكيشن ويقعد بقى في جسمه، يبقى فيه انفكشوس فوكس، و السستبتبل هوست دوت بيبقى ريزرفوار، وتبتدي بعد كده يخرج تاني منه الاورجانيزم وهكذا. بنسميها الانفكشن سايكل او بنسميها الابيديميولوجيكال سايكل، فيها 6 كومبوننت. طيب اول حاجه هندرسها في السايكل دي الريزرفوار. الريزرفوار اللي هو السورس اوف انفكشن، الشخص او الحيوان اللي جوه جسمه الاورجانيزم وبيبتدي يطلعه. طيب المان دوت، لو الريزرفوار ده مان، ممكن يبقى يا كيس يا كارير. الكيس ده بتبقى ظاهرة عليه الاعراض بتاعه المرض، فخلاص انا عرفت الحاله متشخصه من الاعراض بتاعتها ومن الانفستيجيشن، تمام. وممكن يكون بقى مش كيس، يكون كارير، هو دوت المشكله. الكارير دوت هو انفكتد انديفيديوال، جسمه فيه الباثوجينيك اورجانيزم وعمال سبريد للانفكشن، لكن ما بتظهرش عليه ساينز ولا سيمتومز، فبالتالي ما حدش حاسس بيه. ده مصيبه، لان الكيس يعني لو واحد عنده انفلونزا، عطس، كح، نفس، انا خلاص انا عارف ان هو عنده انفلونزا، هبتدي اخد حذري منه. او هو نفس الشخص المريض دوت عارف ان هو عنده المرض، هيلبس ماسك، هيعزل نفسه في البيت، يعني هتبقى فيه اجراءات احترازيه. لكن الكارير ده واحد مش باين عليه اعراض خالص، فبالتالي هو بيتصرف عادي جدا، مش خايف على اللي حواليه لان هو ما عندوش حاجه، والناس اللي جنبه بتتعامل معاه عادي لان هي شايفاه شخص سليم، فبرضه مش متخوفه منه. يبقى الكارير هو انفكتد انديفيديوال هاربور، يعني كاري الباثوجينيك اورجانيزم في جسمه، فبالتالي يقدر سبريد الانفكشن وشو نو ساينز اور سيمتومز اوف الديزيز. طيب ده لو السورس اوف انفكشن مان، فبيبقى يا كيس يا كارير. لكن بقى لو السورس اوف انفكشن ده انيمال، طب هو الانيمال يقدر يعدي الانسان؟ مفروض لا، يعني مفروض ان في سبيشيز اميونيتي، كل سبيشيز يعني الكلاب، القطط، الاسود، السناكس، السنيكس، الانسان، كل واحد ليه الامراض بتاعته، ليه الاورجانيزم اللي تصيبه. لكن ايه حكايه بقى ان الاورجانيزم يجي من الانيمال يجي للمان؟ دي بقى زي اللي حصل في انفلونزا الطيور، وطول عمر الطيور موجوده وطول عمر الطيور بتجيلها انفلونزا، لكن لما حصل بقى تحور وابتدت الاورجانيزم بعد ما كان بيسيب الطيور بس بقى يتنقل من الطيور للانسان، فبقت دي هي المشكله. وبيسموا الحاجه دي زونوزس. يعني ايه زونوزس؟ يعني انفكشن ناتشورالي ترانسميتد بتوين الانيمال والمان. هي انفكشن ناتشورالي ترانسميتد بتوين انيمال اند مان. طيب انا هتكلم شويه عن الكارير، لان الكارير بيهمني جدا. احنا عرفنا الكارير، انواع الكارير،
الكارير دوت يا اما بيكون انكيوباتور. يعني ايه انكيوباتور؟ احنا سمعنا الكلمه دي فين؟ في كلمه الانكيوبيشن بيريود اللي هي فتره الحضانه بتاعه المرض. ده فعلا هو بيرسون كارث جسمه الانفكشوس ايجنت، لكن هو لسه في الايرلي ستيج بتاعت الديزيز في الانكيوبيشن بيريود، اللي هو الاورجانيزم ايه بقى زي ما يقولوا ايه كده بينسق نفسه في الجسم وبيعمل مالتيبيكيشن علشان بقى يقدر يتحول لدوز كويسه وايه ويعمل الديزيز. فالانكيوباتور كارير هو انفكشوس بيرسون ان اوير ان هو عنده الانفكشن لان هو لسه في الايرلي ستيج اوف الديزيز. او نقول ان هو بيشنت انكيوبيت كوميونيكابل ديزيز وترانسميت الانفكشن شورتلي بيفور ذي ار بيكامينج ايه سيمتوماتيك. يعني مثلا زي مرض التشيكن بوكس اللي هو الجديري. الجديري انا اول ما بشوف واحد فيه كده راشز في جسمه، يعني فيه بقع كده في جسمه، بخاف منه، بقول ايه ده عنده مرض، ده ممكن يكون جديري، فايه ببعد عنه. لكن هو ممكن من قبل ما تظهر عليه الراشز ديت والبقع دي ممكن يبقى يعدي الانسان اللي قدامه ولا هو عارف ان هو عنده جديري ولا الشخص اللي قصاده عارف. فهو بيبقى لسه في مرحله الانكيوبيشن بيريود، هو لسه بيشنت في الايرلي ستيج اوف الديزيز، ما بقاش لسه سيمتوماتيك لكن يقدر ترانسميت الانفكشن. مش كل الامراض طبعا ليها انكيوباتوري كارير، لا، في بعض الامراض اللي ليها انكيوباتوري كارير. غير الانكيوباتوري في كونفاليسنت كارير. يعني ايه كونفاليسنت؟ كونفاليسنت يعني جاي من فتره النقاهه، فهو شخص ريكفرد خف من اكيوت illness لكن ما زال كونتينيو في ان هو يعمل شيدنج للاورجانيزم، يخرج الاورجانيزم من جسمه، زي الناس اللي بيجيلها تايفويد مثلا، اللي هي بنسميها انتريك فيفر. اللي بيجيله تايفويد دوت بياخد انتي بايوتيك، خلاص بطنه ارتاحت، ما بقاش فيه لا اسهال ولا امساك ولا بيسخن، وخلاص الحمد لله خف، لكن بيفضل يقدر يشد الاورجانيزم في الاسطول لفتره كذا يوم بعد ما يخف خالص، فبنسميه كونفاليسنت كارير. في كونتاكت كارير. يعني ايه كونتاكت؟ من اسمها هو كان كونتاكت الكيس، كان مخالط الحاله وبعد كده بقى انفكتد منها، لكن هو اليمينيت الانفكشن، بيتخلص من الانفكشن في حوالي 2 ويكس without getting disease، يعني من غير ما تظهر عليه اعراض. بس المشكله في الاسبوعين دول هو عمال سبريد للانفكشن. يبقى الكونتاكت كارير هو شخص كونتاكت الكيس، بياخد منه الاورجانيزم والاورجانيزم دوت يقعد في جسمه حوالي اسبوعين وبعد كده خلاص هو بيتخلص منه، لكن في الفتره دي بيبقى سبريد للانفكشن. الرابع نوع من الكاريرز اللي هو الهيلثي كارير. ايه الهيلثي كارير ده؟ ده مش بيتعدي من شخص، يعني not related لكيس، هو كده بيجيله من الانفايرومنت لكن بيفضل well through out كل الستيج، never 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 develop clinical symptoms. الناس مثلا اللي ساكنين في endemic area of infectious disease بيجيلها الانفكشن من polluted environment، يعني من الwater supply، من الفود، وما بتظهرش عليه اعراض، بيبقى يعني نوت ديزيز وبيقدر يتخلص من الانفكشن في 2 ويكس، لكن في الفتره دي يعمل سبريد للانفكشن. عندي مثلا لو هيباتايتس بي كارير، لو هيباتايتس بي كارير ده بيبقى هيلثي، ما بتظهرش عليه اعراض، لكن ممكن يعمل سبريد للانفكشن فور ييرز، مش مجرد ايام، ده بيقعد سنين، كرونيك كارير. طيب يبقى انا كده قلت اربع انواع من الكارير. انكيوباتوري كارير ده لسه في المرحله الاولى خالص من الديزيز في الانكيوبيشن بيريود، مش كل الامراض في الانكيوبيشن بيريود المريض بيقدر سبريد الانفكشن، لا، في بعض الامراض بس اللي ليها انكيوباتوري كارير. يبقى انكيوباتوري ده في اول مرحله في المرض، ممكن يكون بعد ما المرض خلاص هو ريكفرد من اكيد انس اللي هو في كونفاليسنت ستيج، يبقى كونفاليسنت كارير. ممكن بقى يكون كونتاكت كارير، يعني مخالط لحاله، ممكن ملوش علاقه بحاله خالص، هو في انديميك اريا وفيها بوليوشن، فبيبقى انفكتد من البوليوتد انفايرمنت، الووتر او الفود، ودوت بيبقى اسيمتوماتيك، يفضل طول الفتره ديت نيفر نيفر ديفلوب كلينيكال سيمتومز، وبنسميه
الهيلثي كارير او الاسيمتوماتيك كارير او السب كلينيكال كارير. دي تقسيمه للكاريرز. في كلاسيفيكيشن تانيه للكاريرز على حسب البيريود اوف انفكتيفيتي، يعني على حسب هو يقدر يعدي اللي قدامي فتره قد ايه. ممكن واحد يقدر يعدي الشخص مثلا في خلال كام يوم، وبعد الكام يوم دول خلاص بيبقى نوت انفكتيف. ممكن يقدر يعدي اللي قدامه لمده شهور، ممكن يقدر يقعد يعدي اللي قدامه فور لايف. فعلى حسب البيريود اوف انفكتيفيتي قسمنا الكاريرز دي ترانزيانت كاريرز. ترانزيانت يعني فور فيو دايز بس وخلاص مش هيقدر يعدي اللي قدامه. او تيمبوراري كارير، التيمبوراري كارير دوت بيقعد فور ويكس او مانث. الكرونيك كارير بقى دوت ممكن بقى بيقعد لسنه كامله او فور لايف. الكرونيك كارير من امثلتها طبعا الهيباتايتس بي والتيفويد ممكن يبقى كرونيك، والاتش اي في اللي هو اللي بيعمل الايد برضو كان بيعمل لايف لونج انفكشن. في ثالث تقسيمه بقى للكارير اللي هي على حسب البورتال اوف اكزيت اوف انفكشوس ايجنت، يعني الشخص الكارير دوت بيقدر يخرج الاورجانيزم من انهي حته. فلو خرجها مع الاستول فبنسميه فيكال كارير، لو خرجه مع اليورين فبيبقى يورينري، لو خرجوا مع الريسبيراتوري ديسشارج فبيبقى ريسبيراتوري كارير. فال الريسبيراتوري كارير مثلا زي الدفتيريا زي المينينجايتس اللي هو الالتهاب التحائي، الفيكال زي التيفويد والديزنتري، اليورينري زي التيفويد والباراتيفويد. لو لاحظنا ان التيفويد قلنا في الفيكال واليورينري، فبالتالي يبقى التيفويد كاريرز ممكن يكون يورينري وممكن يكون فيكال. يبقى في ثلاثه كلاسيفيكيشن في الكارير، كلاسيفيكيشن على حسب البيريود اوف الانفكتيفيتي، كلاسيفيكيشن على حسب البورتال اوف اكزيت للانفكشوس ايجنت، والكلاسيفيكيشن الثالثه ده على حسب نوعه بقى اللي هو بيبقى يا اما انكيوباتوري لسه في المرحله الاولى، يا اما كونفاليسنت بعد ما خلاص ريكفرد من الاكيوت انس، يا اما بيكون كونتاكت كارير اللي هو مخالط للكيس، يا اما بيكون بقى ملوش علاقه بكيس خالص ده بيبقى انفكتد من الانفايرمنت وبنسميه هيلثي كارير. الامبورتنت فيتشرز بتاعت الكارير، ليه الكارير زي انا قلت هندرسها بالتفصيل، ليه هي مهمه ليه هي دينجرس، علشان النمبر اوف كاريرز بيبقى اكبر بكتير من النمبر اوف كيزز. تاني حاجه ان الكاريرز دول نوت مانيفستد، ما لهمش ساينز ولا سيمتومز، فبيتحركوا براحتهم. انا لما بكون تعبانه وعندي كف وعندي فيبر ومش عارفه ايه، غصب عني انا هقعد في البيت لان انا مش قادره اتاخر. لكن الكارير بقى علشان ملوش اعراض خالص بيتحرك براحته، بيركب مواصلات، بيروح النادي، بيروح الشغل، بيروح المدرسه، فالانفكشن فيه ان ابارنت. يبقى اول امبورتنت ليه ان هو النمبر بتاعه اكبر من النمبر اوف كيزز. تاني امبورتنت ليه ان الانفكشن ان ابارنت فبيتحرك براحته. تالت واحده ان هو فري تو موف. رابع واحده ان هو ممكن يبقى الانواع الكرونيك ممكن يعمل ريبيتد اوت بريك، يعني يحدي ناس كتير 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 ويعمل يعني اوت بريك دوت زي الجائحه بس على صغير بتبقى لوكالايزد شويه، وهو بقى ايه قاعد طول حياته كل شويه يعمل اوت بريك كل شويه يعمل اوت بريك، فبنسميها بيرزيستنت انفكتيفيتي. يبقى الامبورتنت فيتشرز اوف الكارير النمبر بتاعهم greater than cases، الانفكشن عندهم ان ابارنت لهم ولا الناس اللي حواليهم عارفين، فبالتالي ان هو عمال spread the disease. تالت حاجه ان انا طالما مش عليا اعراض بتحرك براحتي دي to move. رابع حاجه الكرونيك كارير دوت عمال يعدي لمده طويله قوي فبيعمل repeated outbreaks لانه عنده persistent infectivity. الدينجرس جروب اوف كاريرز مين بقى اللي انا بخاف منهم قوي لو بقوا كاريرز؟ الفود هاندلر طبعا، يعني الفود هاندلر دوت تخيلوا لو هو كارير مش باين عليه اعراض خالص، هو شايف نفسه سليم، صاحب المطعم اللي مشغله شايفه سليم، عمال بقى يعمل اكل للناس ويعمل ساندوتشات ويعمل مش عارفه ايه، فعمال سبريد للانفكشن. يبقى الدينجرس جروب اوف كاريرز بيخاف قوي قوي من الفود هاندلرز. بخاف من السكول بيرسونيل
لان دول بيتعاملوا مع اطفال كتيره قوي قوي، والاطفال برضو مناعتهم لسه يعني مش قد كده. الهوسبيتال كمان بيرسونيل، النيرسز والفيزيشنز، تخيلوا لو هم عندهم، لو هم كارير وانا داخله المستشفى، انا داخله المستشفى اساسا مش عشان اتبلع، انا داخله عشان تعبانه وعندي مرض، فاروح على المرض اللي عندي اخد كمان منهم انفكشن، وانا مناعتي كمان ضعيفه من المرض اللي عندي، فبتبقى كارثه. يبقى انا بخاف قوي من الفود هاندلر، من الهوسبيتال بيرسونيل، ومن الكول بيرسونيل. المود اوف ترانسميشن، احنا الانفكشوال سايكل اللي هم 6 حاجات، قلنا في انفكشوال ايجنت قاعد جوه الريزرفوار، اتكلمنا عن انواع الريزرفوار. بعد كده بيلاقي بورتال اوف اكزيت، بيخرج، قلنا بيخرج يا اما مع اليورين يا مع الفيزيز يا مع السبيراتو ديسشارج، وبعد كده بيركب وسيله مواصلات اللي هي المود اوف ترانسميشن. تفتكروا ايه وسيله المواصلات اللي ممكن الاورجانيزم يركبها، او ان هو يعدي ازاي؟ يعدي ازاي بقى؟ يا اما دروبلت انفكشن. دروبلت انفكشن يعني ايه؟ يعني ريسبيراتوري انفكشن. ريسبيراتوري انفكشن بنسميها دروبلت انفكشن. الدروبلت انفكشن ده فيه منه نوعين، دايركت واندايركت. يعني ايه الفرق بينهم؟ دايركت يعني انا ريزرفوار اوف انفكشن، انا السورس اوف انفكشن، وقدامي واحد نيو هوست سليم ما فيهوش حاجه، كحيت او عطس والمسافه ما بيني وبينه كانت اقل من مترين، فبالتالي هو على طول جيت انفكتد مني عن طريق ان هو عمل انهاليشن للسبراي بتاعي، عمل انهاليشن للدروبلت سبراي بتاعي، فده بنسميه دايركت دروبلت انفكشن. يعني الريزرفوار اوف انفكشن والنيو هوست ار كلوز تو ايتش اذر في نفس المكان. ان دايركت بقى دروبلت انفكشن، ان دايركت دروبلت انفكشن ده انا ما شفتش ريزرفوار خالص، ولا سلمت عليه، ولا شفته خالص النهارده. طب انا اتعديت ازاي؟ اتعديت لان هو كان موجود في المكان ده قبل مني، كح او عطس، فالاورجانيزم بقى خرج منه وبقى موجود للسبراي متعلق في الهواء. بقى هو متعلق في الهواء، حصل ايفابوريشن للووتر فيبر من الدروبلتس، من الريسبيراتوري ديسشارج بتاعي، حصل ايفابوريشن للووتر فيبر، فاتبقت ماينوت ريزيديوز من الدروبلتس دي، ماينوت ريزيديوز هي اللي كاري الاورجانيزم، وبتفضل سسبندد في الاير لمده ساعات. كل طبعا اورجانيزم بيختلف، في اللي بيقعد ساعه، في اللي بيقعد 2، في اللي ممكن يوصل ل 8 ساعات، فبتختلف. يبقى ال indirect droplet infection انا ما شفتش الريزرفوار خالص. طب اتعديت ازاي؟ اتعديت لان هو كان موجود قبل مني، عمل كف او يعني عطس او كح، وخرج منه respiratory discharge، فحصل evaporation للwater vapor من الدروبلتس اللي هو طلعها، اتبقت الفتافيت الصغيره اللي باقيه منها اللي هي المينوت ريزيديوز اوف الفاين دروبلت، فبنسميها دروبلت نيوكليوز. دروبلت نيوكليوز دي اللي فيها الاورجانيزم، وفضلت سسبندد في الاير فور اورز. في الفتره ديت انا بقى دخلت نفس الاوضه او كنت في نفس المكان، فطبعا استنشقتها فجالي الانفكشن، فدوت بنسميه دروبلت نيوكليوز. طيب نفرض بقى واحد بقى عنده بلغم تقيل، فمش هينفع يبقى سسبندد في الاير، لا ده هو لما كحه او عمل سبيتنج فنزل على الارض، نزل على الارض جت شويه بقى رياح او كده، فعملت ايه، حركت الضغط، او واحد مثلا عمل على يعني عمل سبيتنج على سجاده، وجي حد بينفض السجاده دي، فالضغط كده هو اللي شلي الاورجانيزم في الدروبلتس الثقيله. يبقى الدروبلتس الثقيله بتنزل على الارض، والدست هو اللي بيحركها لي، سواء من رياح جت او حد بينفض سجاده، يا اما الدروبلتس دي بتبقى فاين فبتفضل متعلقه في الاير، ويحصل ايفابوريشن للووتر فيبر منها، والمينوت ريزيديوز اللي بتتبقى بنسميها دروبلت نيوكليوي، هي دي اللي انا دخلت واستنشقتها. فسواء عن طريق الدست او عن طريق الدروبلت نيوكليوي، ده بسميه اير بورن انفكشن. يعني الاير هو اللي كاري الاورجانيزم لحد ما انا جيت، يا اما شالها كده من فوق، يا اما لما دست جه الرياح وجت حركت بقى ايه الدست او سجاده بتتنفض، فحركت الدروبلت الثقيله اللي فيها. يبقى الاندايركت دروبلت انفكشن بيشمل 3 حاجات، اول حاجه الاير بورن انفكشن،
يعني الاير هو اللي كاري الاورجانيزم، وكاري ازاي الاورجانيزم في تو فورم، يا اما لو كانت فاين دروبلت هتبقى لي في الاير في صوره دروبلت نيوكليار، لا اما الدروبلت دي بتكون تقيله فبتنزل على الجراوند وبتطلع لي في صوره الدست، يبقى يا اما دست يا اما دروبلت نيوكليار. ده الايربورن انفكشن. تاني طريقه للاندايركت دروبلت انفكشن، لو واحد مثلا استعمل منديل او فوطه او استعمل سبون او فورك او كاب، فالريسبيراتوري ديسشارج بتاعته بتبقى موجوده في الحاجات ديت، فانا جيت استعملتها بعده فترانسميت الانفكشن ليا، يبقى ديت عن طريق الكونتامينيتد اوبجكت. يبقى الاندايركت دروبلت انفكشن ثلاث حاجات. اول حاجه هو الاندايركت دروبلت انفكشن ثلاث حاجات. اول حاجه الايربورن انفكشن، ايربورن يعني الهواء هو اللي كاري الاورجانيزم، كاري في صوره ايه، يا اما في صوره دروبلت نيوكليار يا اما في صوره دست، يا اما مش ايربورن خالص هيبقى كنت عن طريق الكونتامينيتد اوبجكت ان هو استعمل كاب او فورك او سبون او هانكشيف وانا استعملته مكانه كان كونتامينيتد دي الريسبيراتوري ديسشارج بتاع الهواء. تالت حاجه من الاندايركت دروبلت انفكشن الملك. طب حد يقول لي الملك ازاي يعمل ريسبيراتوري انفكشن؟ يعني هما ثلاثه اورجانيزم بس لو موجودين في الملك يقدروا، والواحد بيشرب كده يبقى الاورجانيزم انفيد الابر ريسبيراتوري ميوكوزا وتعمل ريسبيراتوري انفكشن، ما تعملش خالص انجيشن انفكشن، تعمل ريسبيراتوري انفكشن. ايه هما الثلاثه اورجانيزم دول؟ التي بي اللي هو الدرن، الهيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي هي الميكروب الحلزوني بتاع التونسلايت، يا اما الدفتيريا. يبقى يا الدفتيريا يا تي بي يا الهيموليتيك ستريبتوكوكاي. يبقى دي احنا كده خلصنا دروبلت انفكشن سواء دايركت او اندايركت. غير الدروبلت اللي هو ريسبيراتوري بنتكلم عن الفود بورن انفكشن او اسمه انجيشن انفكشن. طب ده يجيلي الانفكشن ازاي؟ عن طريق ان انا اكلت اكل او شربت درينك كان بيحتوي على الاورجانيزم فصب. طيب الدرينك او الفود بيجيله الاورجانيزم ازاي؟ بيجيله الاورجانيزم عن طريق الهاند بتاعت الفود هاندلر، او عن طريق الفيكتورز بتاع الدبانه، او عن طريق الووتر، لان هما مثلا زي مثلا الناس اللي بتشتري خس وبيبقى ايه بقى بيخر ميه كده، فهو الناس بتفتكر ان هو مغسول، لا ده بيغسله بميه في جردل، يعني حاجه مش نظيفه خالص، بتجيب له اساسا انفكشن. يا اما عن طريق الدست، حاجه بقى متعرضه كده للتراب والعوادم، يا اما عن طريق الفريش هيومن مانيور، زي مثلا لما باجي اكل السلطه فالخضار بتاع السلطه دوت ممكن استعمله سماد، يعني كان فريش هيومن مانيور، ما كانش يعني حاجه يعني معقمه كويس او سماد كيماوي او كده. فجيت انا بقى ايه خلاص جبت الطماطم وجبت الخيار وقطع على طول وعملت السلطه من غير ما اغسل كويس واحطها في خلب وكده، فبالتالي جالي الانفكشن. ممكن مش عن طريق طيب لا الفود ولا الدرينك، ده عن طريق هاند تو ماوس، يعني انا مثلا بلعب في طفل صغير بيلعب في التراب بيلعب في الطين، ف يعني ايديه مش نظيفه وخصوصا ضوافره وكده، وبعد كده على طول دخل البيت راح قاعد ياكل، فبالتالي نقل على طول الميكروب من ايده لبقه، اسمها هاند تو ماوس. او ممكن انا كمثلا شخص مصاب بعد مثلا ما دخلت الحمام ما غسلتش ايدي ورحت تحت اكل، فالاورجانيزم مثلا كان في ايدي وجيت اكل فعملت انفكشن لنفسي تاني. طيب يبقى احنا خلصنا دروبلت، خلصنا الفود بورن. بعد كده في الارثروبود بورن انفكشن. يعني ايه ارثروبود بورن؟ يعني انفكشن ترانسميتد عن طريق الحشرات. الحشره بتنقل عن طريق في ميكانيكال ترانسميشن، يعني جاست ان هي مثلا دبانه او كوكروتش صرصار وقف على حاجه فخد الاورجانيزم مثلا على جناحته او على رجليه، وبعدين جه وقف على الاكل بتاعي او وقف على بقي فعمل ميكانيكال ترانسميشن، نقله بس كده. وفي بيولوجيكال ترانسميشن. يعني ايه بيولوجيكال ترانسميشن؟ زي الموسكيتو اللي هي الناموسه دي بتمص الدم من واحد ف
فكان الشخص دوت مثلا عنده ملاريا، فخدت الاورجانيزم وراح دخل جوه الموسكيتو، كمل دورة حياته جوه الموسكيتو، وبعد كده جت تقرص تاني شخص سليم فدخلت له الملاريا. اسمها بلاد سوكينج انسكت. هي فيها امثله كتيره، انا مش هقولها دلوقتي، ان لما تاخدوا الامراض هتيجي يعني هتلاقوكوا ايه، هتلاقوا نفسكوا هتصيحوا ساعتها. انا مش هطالبكم بيها في محاضرتي. فالارثروبود بور، الارثروبود بتنقل ازاي؟ يا اما ميكانيكال ترانسميشن، جاست ان هي بتحمله من حته لحته. البيولوجيكال ترانسميشن لا، لازم الاورجانيزم ياخد يكمل جزء من دوره حياته جوه الحشره. رابع نوع من المود اوف ترانسميشن الكونتاكت. طيب الكونتاكت دوت انا هتعد ازاي؟ انا لمست حد. طيب لو انا الجلد بتاعي سليم ما عنديش حاجه، هل هتعدي؟ قال لك اه، قال في امراض بتيجي بس للانجرد سيرفيس، وفي امراض حتى لو ان دامجد سيرفيس، يعني ما عنديش جروح وما عنديش حاجه والسكين بتاعي انتك، برضو ممكن اتعدي لو حصل لي كونتاكت مع شخص مصاب. زي مثلا السكين الجرب، مش محتاج ان انت تكون متعور، لا، انت لو عملت كونتاكت مع واحد عنده سكين هيجيلك، يبقى ده مش محتاج دامج سيرفيس. فزي الاسكيبس، زي الكونجنكتيفايتس اللي هو التهاب الكونجنكتيفا في العين، زي ممكن نكتفي بالمثالين دول كفايه دلوقتي. الانجورد سيرفيس لو انت بقى ايه في جرح او في كده، طبعا ممكن يتلوث باي حاجه ويعمل تفاصيل. ممكن كمان عن طريق الانيمال بايت، زي مثلا الريبس السعار، زي كمان ناخد الريبس برضو كفايه الانفكشن اوف الانيمال بايت. ممكن كمان السكشوالي ترانسميتد ديزيز بنعتبرها برضو تبع الكونتاكت. ممكن الانجكشن انفكشن، يعني واحد مثلا بيتنقل له دم مش سكريند كويس، يعني مش ما اتكشفش عليه كويس، او بياخد حقنه ملوثه استعملها حد قبله، فممكن تنقل هيباتايتس بي، هيباتايتس سي، ايدز. دي اسمها انجكشن انفكشن. فكل الحاجات ديت ممكن تكون بتيجي عن طريق الكونتاكت. يبقى اللي عن طريق الكونتاكت ممكن ببقى محتاجه انجورد سيرفيس، محتاج ان يكون في جرح علشان مثلا يحصل له بايوجينيك انفكشن. ممكن يكون السيرفيس انتاكت تماما، لكن برضو لو حصل كونتاكت مع شخص مصاب يجيله زي السكيبس، زي الكونجكتيفايتس. في السكشوال ترانسميتد ديزيزز، في الانفكشن بتاعت الانيمال بايت، في الانجكشن انفكشن. خامس نوع من المود اوف ترانسميشن اللي هو الفيرتيكال ترانسميشن. ايه الفيرتيكال ترانسميشن؟ الفيرتيكال يعني بيتنقل من المذر للانفنت بتاعها. طب هيتنقل ازاي؟ يا اما هيتنقل في الرحم، فبالتالي بنسميه الطفل دوت يتولد عنده كونجينيتال انفكشن، يا اما بيتنقل بيري نيتال، يعني في وقت الولادة جاله الانفكشن من البيرث كانال نفسها، يا اما يعني مثلا زي واحدة بيبقى عندها انفكشن في البيرث كانال، الطفل بيتولد مثلا عنده كونجكتيفايتس، او عن طريق البريست فيدينج. يبقى الفيرتيكال ترانسميشن اللي هو ترانسميشن من المذر للانفنت دوت بيحصل عن طريق 3 ways: ان يوترو جوه الرحم، او بيري نيتال اثناء الولاده وهو باسنج في البيرث كانال، او عن طريق البريست فيدنج. بعض الانفكشوز ديزيز بقى ممكن تتنقل باكتر من طريقه، زي مثلا الايدز او الهيباتايتس، ده ممكن يتنقل انجكشن انفكشن، ممكن يتنقل سيكشوالي ترانسميتد، ممكن يتنقل فيرتيكال ترانسميشن، يعني بيبقى فيه كذا واي اوف انفكشن. طيب يبقى احنا كده ماشيين في الانفكشوس سايكل بتاعتنا او الابيديميولوجيكال سايكل. قلنا ان الانفكشوس ايجنت موجود في ريزرفوار طلع منه من البورتال اوف اكزيت، ركب وسيله المواصلات المود اوف ترانسميشن علشان يلاقي بورتال اوف انتري يدخل على السسبتابل هوست. ايه السسبتابل هوست؟ السسبتابل هوست دوت اي شخص فينا عنده مناعه، يعني immunity مناعه. يعني ايه المناعه دي؟ يعني resistance of the body against infection، ما
مقاومه الجسم للانفكشن. عكسها السستبتابيلتي ان هو يبقى برون معرض ان هو كونتاكت ديزيز اون اكسبوجر للانفكشن. اول ما يتعرض للانفكشن هو ما عندوش مناعه ليه خالص، فعلى طول يعني ايه لايبل قوي ان هو كونتاكت ديزيز. زي مرض الكورونا دلوقتي مشكلته ان دوت حاجه مستجده، حاجه جديده على الكوميونتي، فلما جه الكوميونتي محدش فينا خالص عنده مناعه ضده، ما نعرفوش، فبالتالي الاصابات كتيره والمخالطين بقى والحاجات دي. فاحنا عندنا سستبتابيلتي للكورونا، هو دوت اللي عامل الذعر دلوقتي، غير لو كان مرض احنا عارفينه قبل كده والمجتمع متعرف عليه وحصل زياده دلوقتي في عدد الحالات، ما كانتش هتوصل بالمنظر الفظيع دوت، لان احنا هيبقى في ناس عندهم مناعه وفي ناس مش عارفه خدوه قبل كده، تعادوا بيه قبل كده، فكانت الظروف هتبقى احسن من كده. طيب يبقى اي هوست فينا في عنده حاجتين عكس بعض، سستبتابيلتي وايميونيتي. طيب الديفنس بتاع الجسم بيتحدد بحاجتين، سبيسيفيك فاكتورز ونون سبيسيفيك فاكتورز. يعني ايه نون سبيسيفيك فاكتورز؟ هو ديفنس اجينست الانفكشن بوقع عام، اجينست اي حاجه غريبه داخله جسمي هعمل ديفنس، يعني هشغل كل الميكانيزمز اللي عندي علشان تدافع عن جسمي ضد الاورجانيزم اللي داخل عندي، ايا كان الاورجانيزم بقى ما يهمنيش هو ايه. هي دي نون سبيسيفيك ديفنس ميكانيزم. النون سبيسيفيك زي ايه؟ زي الناتشورال باريرز، ناتشورال باريرز اوف انفكشن. ايه الناتشورال باريرز دي؟ دي السكن، السكن عندي بقى عندي سويت وعندي سبيشال سيكريشنز وعندي الانتك سكن نفسه، كل دوت بيدافع ان هو ما يدخليش اي انفكشن. في الريسبيراتوري سيستم مثلا عندي السنيزنج ريفلكس، تخيلوا اي واحد بيجي اورجانيزم يدخل الريسبيراتوري سيستم او تراب او طفل صغير مثلا بيحاول يدخل مثلا جسم غريب في مناخيره، زرار بليه بتاع، هتلاقوا على طول يحصل سنيزنج ريفلكس وكف. الهير اللي في النوستريل دي برضو تعتبر ديفنس ميكانيزم. في الجي اي تي في الجهاز الهضمي عندي السلايفا اللي هو اللعاب، بعد كده عندي الجاستريك اسيديتي، عندي انزيمز في الانتستين، عندي البكتيريا الفلورا، كل الحاجات دي بتحاول تمنع تشتغل كديفنس كبارير ان ما يدخليش اي انفكشن. في الاي في التيرز على طول، احنا لو قام شويه تراب او اي حاجه هتلاقي على طول ايه عينينا بالدم، لان هي بتحاول تغسل العين وتطلع اي اكريبه. دي الناتشورال باريرز اوف انفكشن. في الانر بقى بادي ديفنس، الانر جوه في الفاجوسايتوزيس والبلازما. الفاجوسايتوزيس ديت اي اورجانيزم بيحاول نجح ان هو يعدي الباريرز ودخل لجوه، هتلاقي بقى الماكروفيجس الخلايا اللي جوه اللي عماله ايه عايزه ايه تلتهمه وتخلص عليه. دي الانر بادي ديفنس. بالنسبه للارتفيشيالي اكواير اميونيتي، دي بقى باخدها مصنعه، اللي هو لو انتوا سمعوا عن الفاكسين، يعني ايه فاكسين؟ اللي هو التطعيمات. هو التطعيمات دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بجيب الاورجانيزم وبقتله بيبقى كيل، او بخليه مضاعف بضعفه خالص بحيث ما يقدرش يعمل ديزيز في جسمي، فبيبقى اسمه لايف اتينويتد، يعني حي بس مضاعف. وباخد التطعيم دوت وبديه لجسم الجسم، فبالتالي الجسم يصحصح الاميون سيستم ويقول يا اميون سيستم كون لي انتي بوديز، دي بتبقى اكتف ارتفيشيالي اكوايرد اميونيتي. لكن لو انا هم صنعوا الانتي بوديز وحقنوني بيها، فبالتالي انا اخدتها على الجاهز، فدي بقت باسيف ارتفيشيالي اكوايرد اميونيتي. في محاضره كامله عن الهوست اميونيتي، فانا عشان كده مش هتطرق ليها دلوقتي. يبقى السبيسيفيك اميونيتي دي بتبقى سبيسيفيك لاورجانيزم معين، مش لاي حاجه وخلاص داخله جسمي، فدي بتكون اكوايرد يا اما ارتفيشيالي يا اما ناتشورالي، وكل واحده بتكون يا اكتف يا باسيف. يا رب تكون محاضرة النهاردة سهلة ومفهومة،
ان شاء الله مفيش حاجه تقف قصادكم، وانا معاكم لو في اي اسئله نقدر ان شاء الله نتواصل اونلاين باذن الله. سلام.